السلام عليكم. اليوم المحاضرة التاسعة من الحفاظ على التراث المعماري. المرة الماضية حكينا عن التقييم evaluation أو التوزين يعني، وحكينا إنه بفضلوا المختصين بالحفاظ إنه يتناولوا الموقع، موقع التراثي أو المصدر التراثي، يتناولوه على أساس أنه بشكل كامل هول. وفكرة أنه يكون هول هاي ما بتتنافى أنه برضه يفهموا أجزاؤه مع بعضها، يعني كل جزء بشكل منفصل، كل قيمة من قيمه يفهموها بشكل منفصل. لكن حتى لو بدك تفهم قيمه بشكل منفصل، اللي بيقسموها المختصين بالحفاظ بيقسموها لأنها تكون إما cultural values أو socio-economic values، رغم إنك ممكن أنت تقول قيمته في كذا هي كذا، وقيمته في كذا هي كذا، وقيمته في كذا هي كذا، لكن لازم دائماً تراعي قيمته ككل، تمازج هاي values مع بعضها البعض. يعني بالأخير في هناك إشي بنسميه القيمة الكلية. القيمة الكلية كيف هو متعامل مع الموضوع بشكل، أو كيف أنت ممكن تتعامل مع المصدر التراثي بشكل عام. يعني مش بس بقول انه من ناحيه، مثلا لنقل من ناحيه ايدنتيتي ممتاز، من ناحيه كذا سيء، من ناحيه كذا ممتاز، كذا مثلا كذا، وبعدين يطلع بالاخر انه والله هي عنده قيمه كليه لهاي القيم الجزئيه اقل من غيره. مش معناه هيك انه قيمته فعلا اقل من غيره. هناك في النهايه في شيء بنسميه القيمه الكليه، تمام؟ يعني مجموع القيم لا تعني القيمة الكلية. طيب خلينا هسا نشوف برضو كيف نتعامل مع القيم اللي قسمناها المرة الماضية. قلنا المرة الماضية إنه منقسم القيم بهذا الشكل اللي شفناه، اللي هو cultural values و socio-economic values. cultural values identity, art والrarity. socio-economic values economic, functional, educational, social و political. هذا هو تقسيم ICCROM Bloomfielden Vicelito. فهيك تصورهم، هاي القيم الجزئية. لكن في النهاية في مسألة مهمة بتصير معنا، اللي هي مسألة انه في عندنا شيء بنسميه ايش؟ بنسميه القيمة الكلية. القيمة الكلية اكبر من مجموع القيم الجزئية، يعني لا تساوي مجموع القيم الجزئية، ممكن تكون أكبر منها. أول إشي الـ Heritage Cultural Values، حكينا الـ Cultural Values اللي هي منتوج العلاقة ما بين الإنسان والموروث الثقافي اللي بيخصه. فهاي العلاقة هي بنسميها الـ Cultural Value. وحكينا إنه هاي الأشياء ممكن تظهر في عدة مظاهر، سواء باهتمام الناس بالريسورس، الهيريتج ريسورس، او انه هذا بيمثل هويه او شكل هويه المكان، شكل هويه الانسان، وكمان بيعمل تمييز لهاي المجموعه عن مجموعات اخرى. هاي كلها عباره عن امور بتميز الكالتشرال فاليوز، بالاضافه لانه درجه معرفتي بهذا الموضوع بتعطيني تصور لاي درجه لازم اعمل له كونزرفيشن، اعمل له حفاظ. على العموم بقسموا الكالتشرال فاليوز لثلاث اقسام: الايدنتيتي والارتستيك اند تكنيكال والريريتي. ايدنتيتي الهويه، ارتستيك الفني، الناحيه الفنيه والتقنيه، والثالث اللي هي ناحيه الريريتي اللي هي الندره. الايدنتيتي فاليو اللي هي ناحية الهوية، هاي تعتمد على الإدراك العام. أنا بدرك إنه هذا المصدر التراثي اللي هو heritage resource، هذا له قيمة تختص أو تتصل بهوية الإنسان. اتصال بهوية الإنسان هي مسألة emotional، انفعالية، وهي تعتمد على العلاقة ما بين المجتمع والموقع اللي احنا بنفترض انه تحت الدراسه.
طبعا في مجموعة من المعالم اللي احنا بدنا نركز عليها في أثناء كلامنا عن الايدنتيتي، سواء العمر، التقاليد، الاستمرارية، وهو مجموعة من الأمور الأخرى اللي بطرحها فيلدن. ممكن نجزئ الايدنتيتي لتلبية هذا الموقع لهاي العناصر الجزئية، كل واحدة طبعا لها وزنها، مو شرط انه كلياتها بنفس الوزن، يعني مو شرط انه والله التراديشن مثلا باخذ 10، الكونتينيوتي 10، الميموريال 10، كذا بمجموع 100، لا ممكن الفيد الايج ياخذ 10، التراديشن تيجي تعطيه 20، تقول بما انه بيمثل التقاليد تاعتي اذا مرتبط بالايدنتي اكثر تعطيه 25، كونتينيوتي بجوز تعطيه 5. يعني الفكرة مش مرتبطة بوزنهم، لكن هاي كلياتها في مجموعها بتعطيك انطباع شو هي الهوية اللي انت بدك تحكي عنها. طبعا هنا بتكلم احد العلماء اسمه هابرد، بيقول انه مهم جدا التعامل مع الايدنتيتي في الحفاظ مع الهوية، لانه هذا عبارة عن مقاومة لتمييع الثقافات في ضمن ثقافة العولمة، ثقافة الجلوبالايزيشن. فانت انتبهوا لهاي النقطة. هنا في عنا مجموعة أمثلة على المواقع اللي ممكن تكون مرتبطة بالايدنتيتي، مثل متحف دبي، مثل الأهرام، مثل حمام شارع الحمام في السلط. المضبوط يعني لو تطلع على هاي المنشآت، مثلا متحف دبي، متحف دبي نسبة لبرج خليفة مثلا، شو قيمته الاقتصادية؟ قيمته الاقتصادية فراكشن. يعني أنا ممكن أبني من متحف دبي كذا واحد وبعدني مش عامل برج صغير، لكن هل هذا معناه أنه ما أحافظ عليه؟ لا بحافظ عليه. طب ليش يعني بحافظ عليه؟ بحافظ عليه عشان فكرة الايدنتيتي، عشان فكرة أنه هو بطرح هوية أهل هذا المكان. أهل هذا المكان بحبوا أنه يكون لهم هوية مستقلة واضحة مميزة، فلذلك بحافظوا على المعالم التراثية اللي بتميز هويتهم. مستعدين يعني ينفقوا كثير عليها ويعملوا مشاريع ويعملوا كذا. طيب موضوع الثاني الارتستيك فالي، اللي هي الناحية الفنية، طبعا الفنية والتقنية بنفس الوقت، لأنه تكنولوجي يعني كيف الفن، أنا كيف عملت النحت، كيف عملت التطريز، كيف عملت الزخرفة، كيف عملت السيراميك، كيف عملت هاي كلها الناحية التكنيكال برضو مرتبطة، التقليدية التكنيكال التقليدية مرتبطة بالحرف التقليدية، مرتبطة بالناحية الفنية أو بالقيمة الفنية للتراث. هاي تقييمها بيعتمد على البحث، تعمل بحث عشان أقيم لأي درجة هذا فعلا أرتستيك، يعني لم أميزه مع غيره. القيم الأرتستيك أو القيم الفنية تعتمد على تقييمات، هاي التقييمات بتكون تاريخية، نقدية، وعلمية، بحيث إنه أنا أميز بين الأشياء. هاي التقييمات بتكون للديزاين، للهيريتج ريسورس، بالإضافة إلى التكنيكال، ستراكشورال أند فانكشنال كونسبت أند وركمانشيب، يعني بمعنى آخر النواحي التنفيذية، النواحي التقنية أو النواحي التنفيذية لهذا الاركيتكتشورال ريسورس. للناحية الفنية تعتبر إنها عبارة عن، خلينا نحكي عبارة عن قيمة مقارنة، يعني تعتمد على المقارنة ما بين مجموعة من الريسورسز، فأنت بتصير عندك تصنيف للريسورسز هاي حسب جمالياتها. يعني ما بإمكانك تقول إنه هذا المبنى والله ضخم، رائع لأنه ضخم، لكن مش رائع لأنه جميل. هاي مسألة جميل مسألة تانية. يعني بتروح مثلا لمبنى مثل قلعة الربض، قلعة الربض من ناحية أرتستيك مش زي غيره عنده أرتستيك فاليو أعلى بكثير. يعني تعال مثلا لجامع أبو درويش، يعني عبارة عن، بعرفش تعرفوا جامع أبو درويش اللي في البلد، هذا المخطط أسود وأبيض بتشوفه على الأشرفية وانت واقف في وسط البلد. بعضكم بيعرفوا جامع درويش مخطط أسود وأبيض، يعني هذا الشكل بنسميه أبلق. فهذا الشكل الأبلق لجامع درويش مع الزخارف على القبة، مع الزخارف على المآذن، مع كذا،
جماليا بجوز البعض يقول اوه والله هيهم تعبانين على حالهم يعني. طبعا هذا بجوز ما ينبسطوش عليه الجماعه المينيماليست، يقولوا اوف هذا المينيماليزم ضده على الاخر. لكن عموما تعال قارنه من هاي الناحيه مع قلعه الربض، هاي احد النواحي اللي بتقارن على اساسها. بالاخير ما بقول انه هذا افضل بس عشان الناحيه الجماليه، او هذا قيمته التراثيه اعلى بس عشان الناحيه الجماليه، فلذلك في قيم اخرى. فبصير عند تصنيف من نواحي جماليه. طيب طبعا لما يكون في مبنى له قيمه جماليه عاليه، بصير هاي القيمه الجماليه عاليه احد اهدافي في اثناء الحفاظ على هذا المبنى انه احافظ على القيمه الجماليه تاعته. يعني قصير عمره مثلا، قصير عمره بجوز من برا ما يتعبوش كثير على الشغل فيه، لانه الناحيه الجماليه مش هي المقصوده بشكله الخارجي. انما في الداخل لما يدخل على الفريسكوز والرسومات اللي جوا، اذا حدا منكم زار قصير عمره، هاي بيتعبوا عليها قاعدين، وبيجيبوا مؤسسات خارجيه واجنبيه ومشاريع عشان بس كل قطعه صغيره كيف يتعاملوا معها، ابحاث ودراسات وتكاليف، بحيث انه يقدموها بافضل شكل ممكن، لانها المقصود منها الناحيه الجماليه مش مجرد الحفاظ عليها. النقطه الان اللي بدنا نتكلم فيها اللي هي نقطه الدايناميك كونسبت، اللي انت بتشوفه جميل الان في سنه 2021، بجوز في سنه 1950 كانوا يشوفوه عادي جدا ما عندهم مشكله، بجوز بعد 50 سنه ما يشوفوه برضه جميل. فمش شرط، انما مستوى الادراك القيمة الجمالية هذه بتختلف بين وقت والثاني، بتعتمد هاي على مجموعة عوامل مذكور منها هنا بعض. من الأمثلة هذا جامع أبو درويش في عمان، ملاحظينه؟ هذا اللي على اليسار، يعني تعبانين عليه، 1961 هذا المسجد، عمره هسه كم سنة بيكون؟ 60 سنة؟ 60 سنة عمره. ملاحظين يعني كل هذا التعب عليه، وهذا من أجل إبراز الجماليات في المبنى أو في الموقع. هذا أحد البوابات الموجودة في القدس، برضه هنا ملاحظين الزخارف اللي حاطين عليها، البوابة نفسها حتى معمولة من خشب وعليه نحاس وعليه كذا، هذا كلياته عبارة عن يعني أداء في الوقت اللي انعمل فيه المصدر التراثي اللي هو الهيريتج ريسورس، في الوقت اللي عمل فيه قدموا كثير من الجهد من اجل تجميله سواء هذا او هذا. هذا من ناحيه جماليه، اذا له قيمه بتكون مرتفعه نسبيا، انما مش معنى هيك انه قيمته الكليه تطلع او مجموع قيمه يطلع اعلى من غيره. طيب النقطه الثالثه أو القيمة الثالثة بدنا نناقشها من ناحية ثقافية، اللي هي ايش؟ ريريتي فاليو، الندرة. وهون بنعتمد على الإحصائيات، يعني شيء طبيعي، يعني لما بتكلم عن الندرة بعتمد على الإحصائيات. الندرة لها قيمتها. إذا this group of values relates to the resource to other constructions of the same type. إذا لما يكون عندي تمييز بين منشآت من نفس نفس التايب، نفس الطراز، نفس الباني، من نفس الفترة، من نفس الموقع، لما يكون عندي مجموعة قليلة من اللي بتنتمي لهذا الانتماء، إذا هاي المجموعة القليلة بصير لها قيمة أعلى. بمعنى آخر مثلا في الأردن، لو بدي أجي أطلب مبنى يعود للعصر العباسي، كم مبنى يعود للعصر العباسي؟ بكتشف مبنى يعني كبير، منشأة ضخمة تعود للعصر العباسي، كم واحد؟ ما عندي. العباسي الأول، العباسي الثاني بدأ يجي الأيوبيين والمماليك وكذا، عباسي ثاني، لكن العباسي الأول كم مبنى؟ ما عندي. قلائل، ما مش قلائل، ما فيش. ولذلك إذا بتلاقي مبنى، بتلاقي موقع جيد يعود العصر العباسي الأول مثلا لأيام هارون الرشيد أو لأيام أبو جعفر المنصور، هذا بيكون متميز جدا. فمن هون يعني، لأنه ما فيش الآن يعني بذهني إلا موقع واحد على فكرة اللي هو الأقصى،
يعني ما فيش غيره، اجزاء منه طبعا مش كله. فاذا احنا بنتكلم هون عن ريريتي، في قيمه خاصه لهذا الموقع. طيب High rarity may strengthen the possibility of attracting international intervention through listing a building or site as a world heritage site. في عملة ذهبية بتعود لعبد الملك بن مروان، لكن في كثير منها، بس هاي لا، هاي ما في كثير منها، في منها ثلاثة في العالم بس. عملة ذهبية موجود عليها صورة عبد الملك بن مروان وهو واقف، يعني مصورينه، مش كاتبين لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا مصورينه صورة وكاتبين حواليه كتابات. فهاي بأول ما أصدر العملة عبد الملك رحمه الله يعني أصدرها بهذا الشكل زي العملة البيزنطية، قلد فيها العملة البيزنطية. فهدول الثلاث قطع اللي في العالم، هدول الثلاث قطع اللي في العالم يعتبروا بقيمة عالية جدا، يعني قيمتهم مش أقل من، يعني أنا بتكلم الآن عن آخر تقدير أو آخر مرجع أنا قرأته بالتسعينات. التسعينات كانوا نتكلم عن نص مليون دولار لكل عملة من هاي، لكل قطعة من هذول الثلاث قطع. مستعدين يدفعوا نص مليون دولار، ليش؟ أنا ما فيش إلا ثلاث قطع. فطبعا يعني بدنا ننتبه لهاي النقطة، نقطة الريريتي. عندنا مواقع احنا هون فيها ريريتي وحكينا عنها، اللي هي مثلا البتراء من أحد العناصر اللي تكلموا فيها، وعشان هيك يعني صار لها قيمة في WHL، إنها رير، قصير عمرها رير طبعاً، وأم رصاص رير، فلذلك يعني هاي بعض المواقع الرير اللي إحنا ممكن نحكي فيها. طب هذيك النقاط اللي هي نقاط الكالتشرال، هذيك مرتبطة بالكالتشر، مرتبطة بالسوسايتي، مرتبطة بشيء أجا من الماضي، ولذلك هاي القيمة، هاي القيمة موجودة مش مرتبطة بالزمن، اللي هي قيمة الكالتشرال. لكن في عندنا الآن قيمة ثانية، قيمة مرتبطة بالزمان، مرتبطة بالبريزنت داي، اللي هي السوشيو ايكونوميك فاليو. أنا هنا بعمل تحليل اقتصادي، بعمل تحليل اجتماعي، تحليل خدماتي. هذا التحليل لما أعمله بشوف لأي درجة بده ينفعني هذا الكالتشرال ريسورس. إذا هنا بيطلع عندي الفكرة الجديدة اللي هي فكرة السوشيو ايكونوميك فاليو. هذا مرتبط بالبريزنت داي سوسايتي. أنا بناء على العوامل الموجودة عندي في المجتمع بقيم هذا المنشأ، بقيم هذا الموقع. تقييم لهذا الموقع بيصير براكتيكال، عملي، لأي درجة راح أستفيد منه. فإذا هون إيش؟ These values make more emphasis on the practical consequences for working in the field of conservation rather than the spiritual feelings toward. إذا المسألة مش انفعالية ولا روحية ولا مشاعري، ولا مسألة تعتمد على احسب لي شو بستفيد مثلا من ناحية اقتصادية، شو بستفيد خدمة، شو بستفيد من ناحية اجتماعية. بقى أنا احسب لي كيف بستفيد لو أنا أعمل conservation لهذا الموقع. إذا أنا متكلم عن هاي البالانس، طيب ندخل على الفاليو الأولى economic value. ايكونوميك فاليو هاي حسبتها سهلة يعني، ولا لا؟ بروح للسلط، باخذ بيت من بيوت السلط القديمة، بقول لهم كم ثمنه؟ احكوا لي ثمنه 20 50 100 ألف مثلا يعني، بقول لهم ممتاز، أنا بدي أعمل فيه شغلة تجيب لي مردود اقتصادي، شو بدي أعمل فيه؟ مطعم، كويس، مطعم هاد هيك من هيك، عدد اللي بيمشوا هون كذا وكذا وكذا وكذا، بطلع بالأخير دفعت المئة ألف ودفعت عليه كمان 50 ولا 100 ألف ترميم وكونزرفيشن وهذا وأوبريشن كوست دفعت، بصفي أنا أول 5 سنين دافع 300 ألف. شو المردود تبعي أول 5 سنين؟ مردود تبعي 500 ألف، روعة، ممتاز، خلص، بس ولا إيش، هيك أنا بقرر إنه بدي أخذه وبدي أعمل له كونزرفيشن إيكونوميك. إذا هاي النقطة هنا بحسبها من ناحية اقتصادية، مجرد اقتصاديا صار conservation، مش مجرد اقتصاديا في بعض الجهات ما بتعمل conservation، في بعض الجهات بتعمل conservation لأسباب ثانية طبعا cultural أو socio-economic، لكن في ناس متوجهين اقتصاديا، المقاهي اللي في البلد الموجودة في الطابق العلوي وبيحكوا لك إنه إحنا في مواقع تراثية
ولما يجوا يطلعوا على التلفزيون احنا هدفنا الحفاظ على الموقع التراثي، لا، انتم هدفكم الحفاظ على الموقع التراثي مش لاسباب ثقافيه، لاسباب اقتصاديه. فاذا بدك تنتبه لهي النقطه، انه مش شيء غريب، مش شيء مستهجن، مش شيء مرفوض، مش مرفوض انه فعلا يصير في عندي كونزرفيشن، يصير عندي حفاظ الا سبب اقتصادي. فانا بدي اشجع الناس حتى انه تعالوا كم تستثمروا، واحنا نبحث لكم عن طرق الاستثمار في التراث من اجل نحافظ على التراث. اذا بدنا نتعامل معه من هاي الناحيه. اذا هو سنس ايكونومكس encourages the best allocation of resources to fit a wide range of needs. The economic value may not be restricted to a financial value. بقول لك هنا انا مش السبب بس انه يعني احسبها من ناحيه ماليه، ناحيه انه نقديه، انه لاي درجه دخل وطلع، بس لانها برضه بتعمل لي خدمات، ممكن تعمل لي خدمات جيده. هيك برايي يعني. ولو الخدمات يعني بشوفها انا مغموض، يعني بشوفها انها مشموله في قيم اخرى، بس هو يعني حابب انه يقول المساله مش بس فاينانشال، بس هي بسيطه يعني. لو فاينانشال يعني مش مشكله، يعني ليش اتعامل مع انه والله واحد اجى يعمل كونزرفيشن جيد لاسباب ماليه اتعامل معه انه لا انت فكرت بس باسباب ماليه، لا، عمل كونزرفيشن جيد خلص مقبول بالنسبه ل العلم الحفاظ. طيب طبعا بالنسبه ل من ناحيه الحفاظ القيمه الاقتصاديه، من ناحيه الريتيرن المردود، والله انا عملت مقهى في شارع فيصل نص البلد ولا في الويبده ولا كذا في موقع تراثي بيجيب لي مردود كويس، او انه سيفنجز. كيف سيفنجز؟ يعني توفيرات، الحكومه بتعطيني تشجيعات، الحكومه بتحميني من كثير اشياء بتساعدني، فلذلك بقول وفرت منيح. على فكرة يعني في مسألة مهمة، ترى البيوت التراثية أو المباني التراثية إذا أنت بتيجي لبعضها، بعضها بيكونوا أصحابها بس بدهم يخلصوا منها، يعني بدهم يخلصوا من الأرض بما فيها، ما هي الأرض بتكون صغيرة، فبيبيعك إياها الأرض أرخص من لو تكون ما فيهاش شيء. يعني الأرض بالمبنى أرخص من لو تكون ما فيهاش شيء، أحيانا يعني ما بقولش دائما. فممكن يكون فيها توفير جيد، وهي فيها تشجيع طبعا من الدولة انه انت ابني عليها، وانا بعطيك سماح في الارتدادات، سماح بالنسبة للحجمية، بعطيك سماح بالمواد، بعطيك اعفاء من القيمة المضافة او ضريبة القيمة المضافة الى اخره يعني. ففي توفير جيد. هاي بعض الامثلة على المباني اللي انعملت او تطورت من اجل economic value، حتى لو بشكل جزئي، يعني ما بدناش نحكي انه بشكل كلي. فوق هذا حمام السوق في دمشق. حمام ظل مهجور لفتره طويله، بعدين اجى مجموعه مستثمرين قالوا على ايش؟ اعادوا ترميمه، اعادوا بنائه، وبعدين شغلوه كحمام. يعني شغلوه كحمام، لا تصور انه هدفهم هو المبنى وبس، هدفهم المبنى بجوز كشكل وهذا حبوه، لكن زائد هيك هدفهم المردود الاقتصادي. نفس الفكرة عندنا هنا في قريب من الجامعة، لو تدخل على منطقة اليادودة، وانت داخل على اليادودة على ايدك اليمين تدخل كمان شوي على اليمين بتلاقي هناك مقهى عاملينه دار ابو جابر، لهم كان عزبة هناك في اليادودة، هي اليادودة كلها كانت تقريبا ملكهم يعني. فهذا المقهى عاملينه في بيوتهم القديمة، بيوت كبيرة يعني كان. فاسمه كان زمان. هذا المقهى بعده شغال يعني، اذا بدك تزوره، او مش مقهى، مطعم هو. بقول لك لها مردود، يعني من ضمن الاسباب لها مردود، بدنا نحافظ على تراث جدنا، بدنا كذا، بدنا كذا، ماشي الحال. وفوق هيك يعني حسبتوها وطلعت بتخسر وعملتوها؟ لا، احنا حسبناها وطلعت بتربح، عشان هيك عملنا الترميم لهذا الموقع. في ضانة برضه في عندنا هاي القريه القديمه، عمل لها ترميم ونعملها زي منتجع سياحي بحيث انه الناس يروحوا له، برضه ينعمل لاجل قيمه الاقتصاديه. فانكشنال فاليو. فانكشنال فاليو يعني القيمه الايش؟ وظيفيه.
ايش القيمه الوظيفيه؟ انه هذا المبنى يخدم وظيفه معينه انا بحتاجها في المجتمع الحاضر. ممكن يخدم الوظيفه اللي تاسس المبنى عشانها، ممكن يخدم وظيفه مختلفه عن الوظيفه اللي تاسس المبنى عشانها. Functional values is related to economic value. طبعا العلاقة بالناحية الاقتصادية، لأنه أنا لو أستثمر مبنى قديم وأمشي فيه أوفر ما إني أنا أبني مبنى جديد. فمن المباني اللي كثير مشهورة بهاي الناحية اللي هي المدارس عموما. المدارس عندنا وفي الخارج كمان، مدارس عمرها صار 50 سنة و60 سنة و70 سنة وأكثر من هيك. يعني مدرسة حسن كامل الصباح في إربد عمرها 121 سنة. المدرسة المبنى وما زالت مدرسة، ما زالت حتى الآن مدرسة. ليش؟ لأن الفانكشن تبعها مناسب للوقت الحاضر. طب في مباني برضو أنا ممكن أغيرها بحيث أنه تقدم فانكشن جديد بشكل جيد، مثل المباني اللي حكينا لكم عنها قبل شوي، اللي هو مثل كان زمان، كان زمان كان عبارة عن بيوت لعائلة وصار الآن عبارة عن مطعم، برضو فانكشنال فاليو. طبعا الاستمراريه في الفانكشن التقليديه او الوظيفه التقليديه بيقوي قيمه الكالتشرال ريسورس او المبنى التراثي، لانه بحس الواحد انه داخل عليه مثل ما كان بالاول. لكن عموما يعني هاي من الاشياء اللي بتزيد بالقيمه، لكن لو كان في فانكشن جديده بضل له قيمته الخاصه. من اهم الاشياء اللي انت بتشوفها انها مرتبطه بالفانكشن القديم اللي هي المعابد عموما. يعني المسجد الحسيني عمره الان 100 سنه بشكله الهاشمي، يعني اذا بدك تتكلم عن شكله الاموي لا عمره 1400 سنه. في عندنا كنيسه الخريطه مثلا عمرها 160 سنه تقريبا. كنيسه الخريطه في مادبا. عندنا المساجد بشكل عام، مسجد المملوكي في إربد، مسجد المملوكي في عجلون. المساجد هاي كلها تستمر بنفس الفانكشن التقليدي، فهي أمثلة. المعابد بشكل عام هي أمثلة مستمرة للفانكشنال فاليو. هاي مدرسة حسن كامل الصباح تأسست 1901. كان فيها مباني من 1901 1890، لكن 1901 ونزاد عليها، بعدين 1921 زيد عليها مجموعة غرف. ممكن أن نتكلم عن أهل educational. educational مش معناها إنه المبنى مبنى مدرسة. educational معناها قيمة هذا المبنى بحيث إنه يكون مناسب للتعليم. يعني بعرف الناس بالكلتشر، بعرفهم بالهيستوري، بعرفهم بطبيعة المجتمع في هذيك الأيام. لما أمسك ناس وأوديهم لسوق مانجو مثلا بقول لهم شوفوا سوق مانجو هذا من أوائل الخمسينات، فبصير يتفرجوا عليه يقولوا آه كانوا يعملوا هيك ويعملوا هيك، هذا السوق مختلف عن المولات اللي حنروح فيها الأيام. لما أمشيهم الناس أطلعهم على الويبدي فبتعرفوا كيف كان توزيع المباني في الشوارع في هذيك الأيام. لما أوديهم لمنطقة الويبد الجديدة هاي من جهة المعسكر اللي الآن صارت، يعني من جهة المشروع الجديد من جهة العبدلي، يعني برضو بيتعاملوا معها إنه آه هيك التخطيط كان أيام الانتداب البريطاني. هاي كانت عبارة عن بيوت الجيش البريطاني عشان المعسكر كان هون. ناحية السوشيال، السوشيال فاليو of heritage resource is related to traditional social activities. إذا هاي بتعتمد على الأنشطة الاجتماعية and compatible present day use، وكيف استعملوا المنشأة هاي وكيف استعملوا المصدر التراثي. فهي طبعا بتركز على إنه لأي درجة هذا المصدر التراثي يشجع التفاعل الاجتماعي ضمن المجتمع، ولأي درجة ممكن هو برضو يأكد الهوية الاجتماعية لهذا المجتمع. من المباني اللي احنا ممكن نحكي عنها مثلا هاي مضافة الروسان في سمر روسان في منطقة بني كنانة في شمال إربد. هاي مبنية في علية كانت أو في قصر، كان لواحد من أواخر المتسلمين. متسلمين يعني له مرتبة عالية، كان يتسلم الضرائب
من الفلاحين ويعطيها للوالي في دمشق. من أواخر المتسلمين في العصر العثماني اسمه سليمان السودي الروسان. سليمان السودي كان له هذا المكان الضخم، طبعا يعني هو ما يكون متسلم هو نفسه ما بيدفع ضرائب، والضرائب هاي برضه بتطلع منها يعني خير وبركة. فبنى قصر مش هون وبس، وكمان واحد ثاني في طريق أم قيس، وأم قيس كان فيها برضه ناس روسان بس ما أظنش كان له مبنى هناك، اللي كان هناك في نفس الوقت اسمه فلاح الروسان. وهذول طبعا علاقتهم كانت قوية مع طبرية، يعني على أساس طبرية هي المدينة الأقرب له. إربد كانت يعني لسه مش بشكل مدينة، كانت أقرب لبلدة اللي هي بعيدة عن سما حوالي يعني 20 كيلو إشي هيك. فلاحظوا الآن عملوها مضافة، قال الروسان عملوها مضافة في سما بحيث أنه الجميع يتجمع هناك. طبعا هاي بتذكرهم في القصص اللي أنا حكيتها، هاي بتذكرهم بإيش هم كانوا، بتذكرهم بالرابط اللي بينهم وبين بعض، بتذكرهم بانتمائهم للمساحة اللي بتمتد من سما الروسان لعند أم قيس لعند طبرية لعند إربد. هذا الوضع هو اللي بنسميه انه انت لما تيجي، لاحظ انت لما عملت هنا كونزرفيشن لهذا المكان واستعملته كمضافه والكل بيتجمع فيه، دائما هذا الاحساس بيتجدد عندك، هذا بيشجعوه من هاي الناحيه. هو احساس جيد طبعا، واي تطبيق سلبي لهي الامور طبعا مش ذنبهم، يعني اللي بيكونوا عاملينه الاصل انه ما يكون له اهداف سلبيه. نفس الفكره عملوها آلة تل في إربد، برضو احد البيوت القديمه اللي لهم عملوها مضافه بحيث انه يكون تجمعهم في هذا البيت القديم. كانوا يقدروا يبنوا مبنى جديد، يعني آل حجازي في إربد بانين مبنى جديد، في جديد تماما عملوه في التسعينات او حتى في الثمانينات عملوه. لكن القيمه التراثيه هون انه انا بصير الرابطه الاجتماعيه مش بس معتمده على تجمعنا في مكان واحد، كمان معتمده على تذكرنا لارتباطنا بالارض من فتره قديمه. هون واضح الترميم المعمول هون يعني لمضافه إربد، اعتقد انه ترميم من نوع شو اسمه بيلوت لودوك، هذا القوس الدائري ما في، مش موجود، ما كان في قوس دائري في الفتره العثمانيه. هذا واحد من الجداد يعني اتشاطر وعملهم القوس وكيفوا وحطوا، هذا قوس روماني على الأغلب يعني مش موجود حاليا. لكن عموما هو الآن نظرتنا مش لأنه إيش مستوى الترميم، نظرتنا لأنه إيش بيعمل هذا الترميم. political historical value، آخر value من الناحية social economic اللي هي political historical. طبعا ليش هم يربط البوليتيكال بالهيستوريكال؟ حكينا بجوز سابقا الناحيه، على فكره الناحيه التاريخيه والتركيز على نقاط معينه في التاريخ راجع بجزء منه لايش السياسات اللي تطبق عندك في الوقت الحاضر. ولذلك احنا بنحكي عن السوشيو ايكونوميك فاليوز انها متعلقه بالوضع الحاضر للمجتمع. الوضع الحاضر للمجتمع الان بجوز يهتم ب مرحلة من التاريخ معينة، مراحل ثانية ما يحب إنه يذكرنا فيها. فلذلك دائما الهيستوري اللي بيحب الدولة تربطه لتقدمه للمجتمع هو مرتبط بالبوليسز اللي هي بدها تعملها. إذا الأولويات التاريخية هي اللي بتنعش بعض المباني. تيجي تتكلم مثلا عن معان، معان سكة الحديد في معان ممتاز، بتلاقي إنه بيهتموا فيها هون في الأردن. ليش؟ لأنه الملك عبد الله والامير عبد الله ايامها الاول لما اجى على البلد اول ما نزل في سكه الحديد في معان، فحتى معان هناك ايش بيقولوا؟ بيحكوا احنا العاصمه الاولى للاردن. فالفكره هون انه بيهتموا فيها. هذا المبنى اللي قدامكم حاليا صار له ترميم جديد، يعني اعتقد انه العمل فيه اللي هو متحف العقبه الاثاري، هذا موجود في موقع اقامه الشريف حسين لما اجى للبلد. فاذا هو لما حطوه هون حطوه على اساس انه مرتبط باحداث تاريخيه معينه، جددوه حتى استلمته مين؟ استلموا على اساس يجددوا اللي هو دائره الاثار العامه اللي حكينا انها اساسا ما بتهتمش بالتراث. يعني هذا المبنى تراثي لا رغم هيك اهتمت فيه لانه له قيمه بوليتيكال political historical. تمام، يعطيكم العافية.